هطلت منذ قليل أمطار بمحافظة الشرقية، أمطار متوسطة لكن لم تؤثر تأثيرا كاملا على الطرق الرئيسية بالمحافظة. سماء المحافظة ملبدة بالغيوم كما ترون حضراتكم، وصرح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لليوم السابع أنه تم عمل غرفة عمليات مركزية في محافظة الشرقية، وانبثق منها غرف بجميع مراكز المحافظة. الغرف تترقب هطول الأمطار وأحوال الجو، وتخرج السيارات لشط المياه من الطرق الرئيسية والشوارع في المدن، والعمل على إعادة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن. كما صرح أيضا محافظ الشرقية أن لجان من الكهرباء والمحليات قامت بفحص جميع أعمدة الإنارة في المدن والقرى ونجوع محافظة الشرقية، واستبدلت التلف منها وغيرت الأسلاك المكشوفة إلى أسلاك معزولة حتى لا تصعق المارة. توقفت الأمطار منذ دقائق معدودة، وكما ترون مياه الأمطار متواجدة بشكل ملحوظ في الطرق الرئيسية والشوارع داخل المدن بمحافظة الشرقية.